الجديد في اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي. إذا اليوم عندنا الوحدة الأولى في مجال الحضارة المغربية، الأسبوع الثالث في الظواهر اللغوية والتطبيقات الكتابية. إذا اليوم غادي نشوفوا التاء المربوطة والمبسوطة، غادي نحاولوا نعاود نثبتوا التعلمات، ثم المذكر والمؤنث، ثم المبتدأ والخبر والتطبيقات الكتابية في هذه التعلمات الجديدة. إذا ننتقل إلى الصفحة 26 من كتاب الجديد ونبدأ بدرس الإملاء. إذن التاء المربوطة والتاء المبسوطة. إذن أتذكر، أقرأ الكلمات مع النطق الصحيح بالتاء في آخرها. إذن هنايا غنقراو الكلمات وغادي ننتبهو. سكوت، صمت، مغاربة. إذن هنا نطقناها هاء، هنا لم ننطق التاء هاء. طنجة، ممكن الوقوف عليها، يصح الوقوف عليها بالهاء. وجدة، بنت، بنات. إذن الكلمات التي لا نستطيع الوقوف عليها بالهاء فهي التي في آخرها تاء مبسوطة. إذن غادي نحلل هذا الشيء، ألاحظ الجدول وأحدد ما هو مشترك بين الكلمات، كلمات السطر الأعلى. إذن كلمات السطر الأعلى فهي تنتهي بتاء مربوطة. إذن المشترك هو أنها تنتهي بتاء مربوطة. السؤال الثاني، كيف كتبت التاء في الكلمات المفردة؟ تاء سيارة، سيارات، متعلمة، متعلمات. إذن كتبت تاء في الكلمات المفردة كتبت مربوطة، وفي الكلمات الجمع كتبت مبسوطة. إذن في الجموع كتبت مبسوطة. إذن ننتقل إلى التنتيج، تكتب التاء مبسوطة في جمع المؤنث، وتكتب التاء مبسوطة في جموع أخرى. إذن في جمع المؤنث، ولكن كاين جموع أخرى، ولكن هذه الجموع لم يبينوا لماذا كتبت التاء مبسوطة، لأن فاش كنرجعوا هذه المفرد كتعطينا بيت، بيت يعني أنها كلمة ثلاثية ساكنة الوسط. هذه كذلك بيت، هذه صوت، كلمة ثلاثية ساكنة الوسط. فهذه الكلمات التي مفردها كلمة ثلاثية ساكنة الوسط عندما نحولها إلى الجمع تكتب التاء مبسوطة. فكان اليوم يقولوا هذه القضية، ولكن ربما خلوها إلى حصة أخرى. إذا ننتقل إلى أطبق. أولا، أنقل الجدول إلى دفتر وأملأ الفراغات بما يناسب. عالمة، عالمات. إذن شنو هنايا؟ جمع مؤنث سالم. حضارة، حضارة. إذن هنا جمع مؤنث سالم. طبيبات، طبيبات. مباريات، مباراة. حافلة، حافلات. إذن في السؤال الثاني غنحاولوا نوضحوا داكشي اللي قلنا. هممت، لماذا سنكتب التاء مبسوطة؟ لأنه فعل، ففي الأفعال دائما التاء مبسوطة. بزيارة، هنا يصح الوقوف عليها هاء، إذن هي كلمة مفردة يصح الوقوف عليها هاء، فهي تكتب مربوطة. أخت، كلمة ثلاثية ساكنة الوسط. جدتي، ترددت، فعل، عندما يكون الفعل التاء مبسوطة. طويلا في طريقتي، طريقه. إذن طريقه كلمة مفردة يصح الوقوف عليها هاء. المناداة، كلمة مفردة يصح الوقوف عليها هاء. هل أناديها يا خالة، كلمة مفردة يصح الوقوف عليها هاء. أو يا أخت، 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 كلمة ثلاثية ساكنة الوسط. أو يا والدة، كلمة يصح الوقوف عليها هاء ومفردة وقبلها فتح. وأخيرا، اهتديت، فعل، إذا التاء مبسوطة. إلى حل سهل، إلى حل سهل. صرخة، صرخت، صرخت، فعل، بأعلى صوت، كلمة ثلاثية ساكنة الوسط. أيتها الحنون، فردت، فعل، التاء مبسوطة. علي بابتسامة، كلمة مفردة يصح الوقوف عليها هاء. عريضة، كلمة أو اسم يعني مفرد يصح الوقوف عليها هاء. نعم يا ط،
قطعة قطعة، تاء مربوطة، لماذا؟ لأنها كلمة مفردة يصح الوقوف عليها. إذا هنا شفنا ثلاثة الحالات أو الأربعة، إذا كان عندنا الفعل تكتب التاء مبسوطة لا شك، إذا كان عندنا جمع مذكر سالم مؤنث سالم تكتب التاء مبسوطة، إذا كانت عندنا كلمة ثلاثية وساكنة الوسط تكتب التاء مبسوطة وجمعها وجمعها كذلك. وقالت لنا الحالة الثالثة، إذا كانت عندنا كلمة مفردة يصح الوقوف عليها هاء ومفتوحة قبل التاء. إذا هذوما أربعة ديال الحالات رئيسية في كتابة التاء المبسوطة والمربوطة. إذا ننتقل إلى الصفحة 27 من كتاب الجديد، الاسم المذكر والاسم المؤنث، ألاحظ وأكتشف، أقرأ الفقرة وأستخرج منها 10 أسماء. إذا غادي نخرجوا 10 أسماء وفي نفس الوقت غنجاوبوا على السؤال الثاني، أضع الأسماء المستخرجة في الفقرة. إذا غنخرجوا 10 الأسماء، غنحددوهم الجد، ومن بعد غادي نصنفهم في الجدول. هذا إذا هذه وسادة حمراء، إذا هنا سلوى، حدو هذا مذكر، حكايات، عجيبة، نوم، حكاية، ليلة. إذا جوج أربعة ستة ثمانية عشرة، إذا 10 أمس. إذا هنا الجد، في الجد فهو اسم مذكر، وسادة فهي مؤنث، حمراء مؤنث، صفة، سلوى مؤنث، حد مذكر، حكايات، حكايات مؤنث، جمع حكاية، العجيبة مؤنث، عجيبة، النوم، نوم مذكر، حكاية مؤنث، الليلة مؤنث. إذا هذه هي الكلمات التي استخرجناها، 10 كلمات صنفناها إلى مذكر ومؤنث. فالمذكر يصح أن نناديه باسم الإشارة، هذا، هذا الجد، هذا حد، هذا النوم، والآخرين يمكن نناديهم بهذه. هذا هو الفرق. أحلل أولا، ألاحظ كلمات الجدول وأشير إليها باستعمال هذا وهذا. إذا هنا هذا هو اللي قلنا قبل لحظات، إذا هذا نقدر نشير لهم بهذا، ما نقدروش نقولوا هذا وسادة خطأ، أو لا هذا حمراء، كنقولوا هذه حمراء، وكنقولوا هذه سلوى، ما نقولوش هذا سلوى. ثانيا، الاسم الذي يشار إليه بهذا مذكر أم مؤنث؟ بطبيعة الحال مذكر. الاسم الذي يشار إليه بهذه فهو مؤنث، إذا نستنتج يشار إلى الاسم المؤنث بهذه ويشار إلى الاسم المذكر بهذا. إذا هذا هو الفرق لكي نفرق بين الاسم المذكر والاسم المؤنث. وطبق، أميز المذكر من المؤنث في الأسماء التالية. إذا واش غنقولوا هذا جمال أو لا هذه جمال؟ إذا هذا جمال، إذا هذا مذكر. ناقة، كنقولوا هذه ناقة، إذا مؤنث. حوراء، حوراء، دائما غيتلقاو حمراء، حوراء، خضراء، فهذه مؤنث. عظمى كذلك غيتلقاو كبرى، عظمى، صغرى، فهذه مؤنث. إن أعظم المذكر نتاعها أعظم، مؤنث بحال عظمى. ساحة، التاء المربوطة دائما مؤنث. وطن، هذا فهو مذكر. بحر مذكر. بيضاء بحال حوراء، إذا مؤنث. أبيض العكس ديال بيضاء مذكر، إنه هذا كيتسمى اسم التفضيل ديال الإناث هذا. إذن أزرق كذلك مذكر، هذا أزرق، ما غاديش نقولوا هذا، هذه أزرق. إذن ثانيا، أملأ الفراغ بما يناسب من كلمات مذكرة أو مؤنثة. صاح الولد هلموا يا صغاري، خذي هذا، إذن صاح الوالد هلموا يا صغاري، خذي هذا القميص الأنيق. إذن القميص، حيث هنا القميص خصنا ناخذه كلمة مذكرة. خذي هذا القميص الأنيق يا سلمى، وتناول هذه العباءة مثلا الحريرية يا أسامة. أما أنت يا صغيرتي فقد جئتك بهذه اللعبة.
إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الصفحة. ننتقل إلى درس التركيب. عناصر الجملة الإسمية، المبتدأ والخبر. إذن في حصة سابقة تطرقنا إلى الجملة الفعلية. إذن اليوم سنرى الجملة الإسمية. أكتشف، أقرأ الجملة وأحدد الفعلية منها. إذن سبق في حصة سابقة أن قلنا بأن الجملة الفعلية هي التي تبتدئ بالفعل، ونحن نعرف أقسام الكلام، وقلنا بأن الكلمات التي تحتوي على ال أو التنوين فهي أسماء. الجلباب، إذن الجلباب اسم، فهذه الجملة ليست فعلية وإنما اسمية. تجتهد، هذا الفعل لماذا؟ لأن يمكن تصريفه في الماضي والمضارع والأمر في الماضي والمضارع. إذا سنقول اجتهد، يجتهد، اجتهد، فهذه الجملة تبتدئ بفعل، فهذه الجملة في فعلية. دافع كذلك فعل لأن يمكن تصريفه، دافع، يدافع، دافع، ندافع، يدافعون، إلى آخره. الشاب، الشاب هذا اسم لأنه معرف بأل، كل اسم معرف بأل فهو اسم، بالتالي فهذه الجملة ليست فعلية. أحلل، إذا ثانيا أحدد نوع الكلمات، الكلمة في بداية باقي، إذن نوع الكلمة في بداية باقي الجمل فهي عبارة عن اسم. إذن ننتقل إلى أحلل، أقرأ الجزء الأول الذي تبتدئ به الجمل الإسمية. إذن هنا عندنا الوطن، العلم، سعد. إذن هذا الاسم، هذا اسم، إذا هذا اسم بنت، هذا معرف بال، إذن هذه علامة الاسم، فعلامة الاسم ال، وعلامة الاسم اسم شخص، وعلامة الاسم اسم حيوان، وعلامة الاسم اسم نبات، وعلامة الاسم اسم جماد، وعلامة الاسم التنوين. فهكذا يتم اكتشاف الاسم. ثانيا أقرأ الجزء الثاني الذي يخبر عن الجزء الأول. إذن هذا خبر، لماذا خبر؟ لأنه يخبرنا عن الوطن، كيف هو الوطن؟ الوطن عزيز. العلم كيف هو؟ أحمر. سعاد، عالمة. إذن هنا هذه أخبار عن المبتدأ. إذن ما حركة الجزء الأول والثاني؟ إذن الضمة، الحركة الجزء الثاني الضمة والأول. إذن هذا مرفوع وهذا مرفوع. أقترح لكل جزء اسما خاصا انطلاقا من الجدول. إذن الاسم الأول سنسميه مبتدأ، والاسم الثاني فهو خبر. هذه هي أسماء وعناصر. إذن هذه عناصر الجملة الإسمية. تتركب الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر. المبتدأ اسم مرفوع في أول الجملة الإسمية، والخبر يكمل مع المبتدأ الجملة المفيدة، لأن وجود الخبر ضروري لكي تكتمل الجملة، وإلا ما نقدرش نقول الوطن، والوطن ليس جملة. إذن ننتقل إلى أطبق. أميز المبتدأ من الخبر في الجمل التالية. إذن الأستاذة هي هو مبتدأ، ونشيطة خبر، المتعلم مبتدأ، مجتهد خبر، وكلاهما مرفوعان. الزي مبتدأ، تقليدي ليس خبر، هذا نعت، فهنا خصنا ننتبه جيدا. منتشر خبر. عالم المغرب، عالم مبتدأ، المغرب ليس خبر، مضاف إليه، مضاف إلى عالم. أحمر هو الخبر، وهذا ليس مرفوع لكي نقول خبر. شواطئ مبتدأ، بلادي مضاف إليه، رائعة خبر. الحاسوب مبتدأ، معطل خبر. رقصة مبتدأ. الجنوبي ليس خبر، المغربي ليس خبر. رقصة الجنوب مضاف إليه، وهذا نعت الجنوب، الجنوب المغربي. ومسلية هو الخبر، وهو مرفوع بطبيعة الحال، هذا ليس مرفوع لأن هذا مضاف، وهذا نعت للمضاف إليه. إذن ثانيا أربط بين البطاقات لأركب جملا إسمية مبتدأ وخبر وأكتبها في دفتر. إذن الحقول، الصانع التقليدي، لعبت، حكاية جدي. إذن هنا خصنا ننتبه جيدا، هذا لن يكون مبتدأ، لأن إلا بدينا بهذا وقلنا مبتدأ هنا ما فاهمينش، لا نفرق بين الجملة الفعلية والجملة الإسمية. فالذي يصح أن يكون مبتدأ هذو الثلاثة،
فهذا لا يصح أن يكون مبتدأ، فإذا ابتدأنا بهذا فسنحصل على جملة فعلية. إذا ماذا سنقول؟ الحقول شاسعة، إذا هذه الجملة. الصانع التقليدي مجد، هذه الجملة الاسمية الثانية. حكاية الجد مفيدة. أما لعبت الكرة، هذه جملة فعلية، فلا يصح أن نقول جملة اسمية. إذا عندنا ثلاثة ديال الجمل اسمية في هذا، في هذه، إذا يجب كتابتها في الدفتر. إذا ننتقل بكم إلى الصفحة الأخيرة حول التطبيقات الكتابية. إذا نبدأ بالسؤال الأول، أنقل الفقرة إلى دفتري وأشكلها. إذا نشكلها هنا، يقف وسط القرية رجل يرتدي جلبابا أبيض وينتعل بلغة صفراء، بلغة صفراء. رجل وقور ينادي الناس بصوت قوي يخبرهم بما يأمره به شيخ القرية. إذن هذا هو الشكل. إذا ننتقل إلى ثانيا، استخرج الأسماء المؤنثة الواردة فيها. إذا الأسماء المؤنثة كاين عندنا القرية، لأن يصح أن نقول هذه قرية صفراء بلغة، هذه بلغة صفراء. رجل وقور ينادي بصوت قوي يخبره بما يأمره به شيخ القرية. القرية خدينها. إذا عندنا ثلاثة ديال الكلمات تمايا، ثلاث كلمات، ثلاث أسماء. إن إحنا فرقنا بين الأسماء والأفعال والحروف. إذا ثلاث أسماء يعني مؤنثة. ثالثا، أملأ الفراغات بما يناسب. يمسح الطفل لوحته. هنا ما نقولوش الأسود، السوداء، السوداء، لكي لأن لوحة مؤنث، وهذا خص يكون مؤنث لأنه صفة ديال لوحة. بممسحة بيضاء، هذه خصها تكون لأن الممسحة مؤنث، ما نقولوش بممسحة أبيض. فتصير نظيفة ملساء، ملساء. إذن لأن الضمير يعود عن اللوحة، اللوحة ملساء. رابعا، أحول الجملة حسب المطلوب. الطفل فخور بلعبته. إذن الطفلة ستكون فخورة، الطفلة فخورة بلعبتها. الأطفال فخورون بلعبهم. الطفلات فخورات بلعبهن، بلعبهن، لأن مؤنث. خامسا، أشكل الجمل. هنا غادي نطبقوا عناصر الجملة الفعلية. وقلنا الاسمية، وقلنا بأن المبتدأ مرفوع. إذا غنقولوا الجو معتدل. أعشاش، هذا مبتدأ ولكن هذا مضاف إليه. إذا الطيور، أعشاش الطيور مبنية، هو الخبر. إذا غادي نرفعه بإتقان. هذا جر ومجرور، بإتقان جر ومجرور، يجب جره. الأشجار العالية، هذا نعت ديال الأشجار، يعني صفة، صفة ديال الأشجار. متمايلة هو الخبر، متمايلة هذا هو الخبر وهذا المبتدأ. الأشجار باسقة، هذا خبر، هذا مبتدأ وهذا خبر. والعصافير مرئ، وهذا مبتدأ وهذا خبر. مرحة. إذن ننتقل إلى سادسا، أحول الجملة الفعلية إلى جمل اسمية. استقل المغرب. إذن غنقول المغرب، خصنا نبداو بالاسم. مستقل، إذن هذا أصبح خبر وهذا مبتدأ، وبالتالي الجملة اسمية. البنت مبتسمة، مبتسمة. هذا البحر، البحر هادئ، البحر
هادئ. إذن هذا كل ما يتعلق في هذه الظواهر اللغوية والتطبيقات الكتابية من كتاب الجديد الوحدة الثالثة. الوحدة الأولى، الأسبوع الثالث عفوا.